مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مجددا وإطلالة جديدة على المشهد السياسي في مصر وقراءة في أهم الأحداث على الساحة المصرية سياسيا واقتصاديا وكافة الأحداث والأجواء على الساحة المصرية. وكما عودناكم دائما نبدأ بأهم الأخبار والمستجدات على الساحة، وليس أهم ولا أبرز من انسحاب البرادعي من سباق الرئاسة. البرادعي محمد البرادعي ينسحب من سباق الرئاسة عبر بعد عقد مؤتمر صحفي اليوم، أعلن فيه انسحابه رسميا من سباق الرئاسة، وقال إن الأجواء في مصر لا تزال يعني لا تسمح بخوض سباق الرئاسة. وهذا الانسحاب يعني ترك ردود فعل واسعة في مختلف الأجواء. مؤيدو العسكري يقولون انسحاب البرادعي يؤكد أن مصر بحاجة لقائد عسكري. وبعد انسحاب البرادعي مؤيدو أحمد شفيق ينشرون صورة الفريق رئيسا لمصر. ووائل غنيم يقول استقالة البرادعي قرار شخصي وثورتنا بلا قائد أو منفذ. وعمرو موسى يعرب عن أسف الانسحاب البرادعي من انتخابات الرئاسة. والبسطويسي يقول يجب أن ننشغل بتحقيق أهداف الثورة أكثر من التفكير في الأشخاص. والاشتراكي المصري الحزب الاشتراكي المصري يقول أن انسحاب البرادعي من الرئاسة خسارة فادحة للمدنيين. و6 أبريل تدعو لوقفة تضامنية أمام نيابة التجمع الخامس بعد التحقيق مع طارق الخولي. والبرادعي يقول العمل خارج الإطار الرسمي يمكنني من المساعدة في بناء مصر. هكذا خبر استقالة البرادعي لا يزال يسيطر على الأجواء. وشفيق يقول أن بقاء البرادعي كان سيسري المنافسة في سباق الرئاسة. خبر البرادعي لا يزال محل يعني تعليقات واسعة المجال من مختلف الأجواء المصرية في الداخل والخارج. والبعض يربط بين زيارة كارتر مؤخرا لمصر وقرار البرادعي أمور كثيرة واجتهادات كثيرة ستظهر في الأجواء بعد انسحاب محمد البرادعي الذي صوره البعض على أنه أول من حرك الماء الراكد قبل الثورة المصرية المباركة. بننتقل مع حضراتكم لأخبار أخرى. حزب الأصالة، حزب الأصالة في بعض التصريحات المتواترة ما بين رئيس الحزب ونائبه، رئيس الحزب الصديق العزيز اللواء الدكتور عادل عفيفي قال أن ممدوح إسماعيل ليس نائبا لرئيس الحزب أو متحدثا باسم الحزب. أكد حزب الأصالة السلفي أن تحالفه مع حزب النور ما زال مستمرا وقائما دون أدنى تغيير، واصفا ما ذكره المحامي ممدوح إسماعيل نائب رئيس الحزب بأن حزب الأصالة تحالف مع حزب الحرية والعدالة بأنه عار تماما من الصح. الممدوح إسماعيل كان ليه تعليق على هذا الكلام، هنرجع له في وقت لاحق في ضمن أخبارنا هذه الليلة. بكار نادر بكار بيقول نعيب على الأصوات الليبرالية التي تريد تعميق الخلاف ولا تنظر لمصلحة الوطن. حزب النور يقول كارتر طلب مقابلة عماد عبد الغفور رئيس الحزب شخصيا. وغدا اعتصام عمال السكك الحديدية بستة محافظات للمطالبة بالتثبيت. ولا تزال المطالب الفئوية تسيطر على الأجواء في مختلف أنحاء مصر. ورفعت السعيد يقول يعلق أيضا على مسألة انسحاب البرادعي، بيقول دكتور رفعت السعيد أن البرادعي صح خطأه بقرار الانسحاب من الترشح. ومحمد عمرو وزير الخارجية يقول أن سلفكير تعهد بعدم المساس بحصة مصر من النيل، سلفكير رئيس جنوب السودان. وتأجيل إعلان تنمية سيناء، وعيسى يقول مخطط لإعادة طرح أراضي خليج السويس. الكتاتني نرفض دعوات نقل السلطة من العسكري في 25 يناير. إذن الحرية والعدالة لا يزال متمسكا بالجدول الزمني لانتقال السلطة، ويرفض بعض الدعوات التي تطرح انتقال السلطة من المجلس العسكري لرئيس مجلس الشعب المنتخب. الإخوان تفوض الإرشاد والحرية والعدالة للمرحلة الانتقالية. أعلن الدكتور محمود حسين الأمين العام لحزب لجماعة الإخوان المسلمين أن مجلس شورى الجماعة انعقد اليوم ووافق بالإجماع على تفويض مكتب الإرشاد بالتشاور حول طبيعة المرحلة الانتقالية. الجماعة الإسلامية تلتقي الحرية والعدالة للتوافق حول المرحلة القادمة. أكد محمد حسان مسؤول المكتب السياسي للجماعة الإسلامية أن الدكتور طارق الزمر والدكتور صفوت عبد الغني القياديين بالجماعة سيلتقيان عددا من قيادات حزب الحرية والعدالة اليوم السبت لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان المصري من أجل الخروج بتصور موحد للعمل البرلماني في الفترة المقبلة. ربما يكون هذا اللقاء
مرتبط بمسألة ان الحرية والعدالة، كان اعلن في وقت سابق على لسان رئيسه الدكتور محمد مرسي انه التحالف مع النور غير وارد. اذا كان تحالف النور بيضم حزب النور وحزب الأصالة وحزب البناء والتنمية، حزب الزراع السياسي للجماعة الإسلامية، إذا تحرك الجماعة الإسلامية اليوم للقاء الحرية والعدالة هو محاولة لتقريب وجهات النظر بين القوى الإسلامية السياسية داخل البرلمان القادم، ونتمنى لهم كل التوفيق والتقارب والتوحد بين القوى الإسلامية سياسيا داخل البرلمان، مهم جدا ل يعني توجيه دفة العمل السياسي في المرحلة القادمة لصالح الأمة العربية والإسلامية ولصالح مصر بالتأكيد. المستشار هشام البسطويسي قال يجب أن ننشغل بتحقيق أهداف الثورة أكثر من التفكير في الأشخاص، معلقا على خبر انسحاب البرادعي. بدء تصويت المصريين في الخارج بخمس دوائر تكميلية، وعمرو موسى يعرب عن أسف الانسحاب البرادعي، و18 و19 يناير انتخابات الدوائر الأولى بالمنصورة والقليوبية والثالثة بميت غمر للقوائم. أخبار أخرى عديدة بنقلها حضراتكم. المجلس الاستشاري يقول أن وثيقة الأزهر تدعم الدعوة للتوافق الوطني. إذن المجلس الاستشاري كان بيدعو هو الآخر لتوافق وطني وحوار وطني بين مختلف القوى السياسية. إذا كان الأزهر سبق وعمل وثيقة الأزهر للحريات والتف حولها القوى السياسية المختلفة وعقد مؤتمرات وحوارات مع مفكرين وقادة فكر وثقافة في مصر، هل سيواصل الاستشاري مع تقديره الكامل لوثيقة الأزهر هيوصل دعوته لحوار القوى السياسية؟ أمر لا يزال محل دراسة لدى المجلس الاستشاري، ولا ندري ما إذا كان سيحسم الاستشاري المسألة لصالح الاكتفاء بوثيقة الأزهر للحريات والتي التفت حولها القوى السياسية، أم سيطرح مجددا مسألة الحوار بين القوى السياسية، وإن كان الوقت تأخر كثيرا مع اقتراب انعقاد أولى جلسات البرلمان المصري المنتخب. الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين قال لا يمكن حدوث النهضة إلا بالتخطيط الإسلامي، وده تأكيد من المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أن الشعب المصري والأمة العربية يعني لن تنتقل لميدان العمل إلا وفق خطط إسلامية، وأن يجب أن يكون هناك إدراكا من كل فرد لطاقته الداخلية وموارده الخارجية التي من الله عليها وتوظيفها في مشروعات صغيرة أو كبيرة لنهضة الأمة العربية الإسلامية. غدا الائتمان يبدأ تمويل شراء 1.5 مليون قنطار قطن بالمحافظات. أهالينا في كل مكان في ريف مصر أزمة القطن في طريقها للحل. بدء وبعد فشل تسويق القطن المصري المكدس لدى المزارعين والبالغ 1.5 مليون قنطار، تبدأ بنوك التنمية والائتمان الزراعي غدا الأحد في تمويل المحالج والشركات لتسويق المحصول بجميع المحافظات، على أن يتم الشراء بواقع 1000 جنيه للقنطار في الوجه البحري و900 في الوجه القبلي. بشرى سارة لأهلينا في كل أنحاء ريف مصر وخاصة في الوجه البحري وأيضا في الوجه القبلي. بنك التنمية والائتمان الزراعي سيتحرك أخيرا لشراء 1.5 مليون قنطار قطن متراكمة في بيوت فلاحين مصر. بشرى لأهالينا فلاحين مصر حل أزمة القطن. مؤيد العسكري اعتبر انسحاب البرادعي تأكيد على أن مصر بحاجة لقائد عسكري. ويعني أخبار أخرى، الصحة تقول أن ثلث ميزانية العلاج على نفقة الدولة تصرف على علاج مرضى السرطان، وممدوح إسماعيل وخبره في التعليق على ما حدث في حزب الأصالة. ممدوح إسماعيل بيقول توجد ثورة داخل حزب الأصالة، واعتبر أنه تصريحات اللواء عادل عبد المقصود رئيس الحزب، هو من وجهة نظر الأستاذ ممدوح وعلى مسؤوليته اعتبر أن تصريحاته شخصية ولا تعبر عن الحزب. ومسألة الاستقرار داخل حزب الأصالة أمر مهم للجميع. وبختم جولتنا الإخبارية في بداية حلقة الليلة من المشهد السياسي والنظر لأولويات المرحلة القادمة في البرلمان القادم في كروكي للنتيجة النهائية شبه الرسمية لتمثيل القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان المصري. 46% للحرية والعدالة، 23% لحزب النور الإسلامي وقائمته، و 9% لحزب الوفد، و 8% للكتلة، 2% للثورة مستمرة، و 2% للوسط، و 3% فلول، و 4% مؤجلة لحسم القوائم، والتي لن تحسم إلا بإعلان النتائج النهائية في 20 يناير القادم. مشاهدينا الكرام، بكده بكون وصلت مع حضراتكم لنهاية فقرتنا الأولى والمتعلقة بالجولة الإخبارية في أهم المستجدات على الساحة المصرية والعربية. فاصل قصير ونعود إليكم في مناقشة
رؤية لأولويات البرلمان القادم بعد تشكله بشكل كامل. يعني المسألة باقي حسم فقط 4% بالنسبة للقوائم المؤجلة، وهي نسب بسيطة سوف تعلن بشكل كامل في 20 يناير القادم. لكن خريطة المجلس الشعب شبه اكتملت حوالين رؤية لدور ومهام مجلس الشعب في الفترة القادمة، أهمية القضايا التي تطرح وأي القضايا التي تكون لها الأولوية على القضايا الأخرى. هو موضوع حلقتنا الليلة مع ضيفنا الكريمين الأستاذ مجدي قرقر أمين عام حزب العمل، وإن شاء الله يلحق بنا خلال هذه الحلقة الأستاذ جمال عبد الرحيم وكيل نقاب صحفيين. فاصل قصير ونعود إليكم فتابعوا. سنعود إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على من دخل البرلمان أن يعلم أن هذا بمثابة تكليف، والواجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، ولا أفضل ولا أدمن من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لابد من تنسيق ولابد من تكامل، وخصوصا في النهوض بأعباء يعني هذه الدورة ووضع الدستور الذي يرضي الله تبارك وتعالى وينبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة لأن نتطوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، قال: تطاوع ولا تختلف. التطوع هذا لابد منه، يعني لابد من التئام شمل، لابد من وحدة كلمة، لابد من كسب لكل أعضاء البرلمان كونوا هداة مهتدين، والدين النصيحة، والنصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يتم بالقول يتم أيضا بالفعل، والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. وبالتالي لابد من أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نخلص عملنا لله جل وعلا، وأن نؤدي هذه الوظيفة وهذا التكليف بأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وما خان أمين قط ولكن اؤتمن غير أمين فخان. بمعنى أن الدخول للبرلمان لا يصح أن يكون مضيعة وقت، لا ولا الإتيان حتى على حساب الجماهير العريضة الناس الذين انتخبوننا. ما فعلوا ذلك إلا لكي نحقق مصلحة البلاد والعباد، وننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، ولن نوفق ولن نسدد إلا بفضل من الله جل وعلا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. كلام عملي، لو بكرة الطيار الإسلامي وصل هتعملوا لنا إيه في الاقتصاد؟ مشكلة البطالة، مشكلة العنوسة هتحلوها إزاي؟ مشكلة ارتفاع نسبة الطلاق هتحلوها إزاي؟ مشكلات الزواج العرفي هتحلوها إزاي؟ مشكلة البطالة، مشكلة أطفال الشوارع هتحلوا ده إزاي؟ قولوا لنا بقى. أقول: سنأتي بالمتخصصين في كل مجال، ونأخذ بمشورتهم في الطب، في التعليم، في الاقتصاد، في كل منحة، لأن ديننا يحترم التخصص. قال رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل التخصص في الاقتصاد اقتصاديون، أهل التخصص في الطب الأطباء، أهل التخصص في العملية التعليمية التربويون. وهلم جرة خدعوك فقال. خدعوك فقال.
مشاهدي الكرام، أهلا بكم مجددا، ولقاء الليلة والمشهد السياسي وأبرز المستجدات على الساحة السياسية. ولنبدأ من حيث طرحنا في فقرتنا الإخبارية قبل الفاصل، ومسألة انسحاب البرادعي والأجواء حولها واحد من القضايا اللي هنطرحها معكم على الطاولة هذه الليلة. لكن اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفي العزيز المهندس مجدي أرقر، أمين عام حزب العمل وأحد مفكرين السياسيين. مجدي بي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ مجدي. مسألة انسحاب الدكتور محمد البرادعي كان واحد من أوائل الناس اللي أعلنت دخولها سباق الترشح للرئاسة. البعض يربط ما بين مسألة انسحاب البرادعي وزيارة كارتر وحوارات كارتر مع المجلس العسكري ومع بعض قيادات الدولة المصرية أثناء زيارته لمصر. مسألة الربط ما بين زيارة كارتر وانسحاب البرادعي، هل شايف من وجهة نظرك هل ده مسألة يعني واقعية أم فيها نوع من المبالغة لربط انسحاب البرادعي بالقرار الأمريكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بادئ ذي بدء، الدكتور محمد البرادعي تولى مناصب رفيعة تابعة للمنظمة الدولية، وبالتالي هذه المناصب بالقطع لا يمكن أن يتولاها شخص إلا إذا كان محل تقدير أو لا توجد عليه علامات استفهام لدى الغرب. وقع الأمر، أنا كنت من المتحفظين والمعارضين للدكتور البرادعي إبان العدوان التحالف الغربي على العراق مع بداية هذه الألفية الثالثة. وأزعم أن التقارير التي قدمها للمنظمة الدولية ساهمت بشكل أو بآخر في إعطاء نوع من الشرعية السياسية لضرب العراق. وبالتالي يعني هذه الشبهات وهذه التبريرات التي تربط بين زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لمصر وانسحاب الدكتور محمد البرادعي لها جذورها التي يمكن، وإن لم يمكن الحسم بالقطع، يعني لا يمكن الحسم بالقطع، لكن هناك ما يبرر هذا التحليل. حتى وإن اختلف الدكتور برادعي مع الولايات المتحدة إبان تولي مسؤوليته في هذا الموقع الهام في تقنين انتشار الأسلحة النووية. هو في العراق تحديدا. أظن أيضا نحن نبالغ كثيرا عندما يصرح البعض أن الدكتور البرادعي هو الذي أطلق شرارة الثورة. أنا أظن أن النظام الرئيس المخلوع السابق كان قد سقطت قبل ثورة 25 يناير، وما دلهم على موته إلا دبة الأرض تأكل من ساته. يعني بالقطع مبارك منذ سقوطه وهو يلقي خطاب العرش في نوفمبر 2003 أمام مجلسي الشعب والشورى، وحوله اسودت وجوه المحيطين من حوله لأنهم أدركوا أن سقوط مبارك يعني سقوطهم، وكانت النهاية بعد 8 سنوات في سجن طرة. كل هذه الوجوه التي اسودت بالقطع ذهبت إلى سجن طرة. لكن فيما يتعلق بالبرادعي على وجه الخصوص، ألم يكن محمد البرادعي واحد من أوائل الناس الذين يعني صاحوا في وجه النظام حين عودته، العودة التي قابلها عدد كبير جدا من الشباب وكأنه استقبال الفاتحين في مطار القاهرة؟ وجاء أذكر يوم أن تحاور العشرة مساء استضافت الدكتور محمد البرادعي بعد عودته من فيينا بعد استقالته أو انتهاء مدته في الوكالة الطاقة الذرية. مصر بأجمعها شخصت أبصارها حول هذا الحوار، وكيف تعامل البرادعي وهو عائد لتوه من فيينا مع النظام وانتقد النظام بشكل مباشر، وهو ما وصفه البعض
يعني أنه حرك الماء الراكد في مواجهة هذا النظام الفاسد؟ لا، أنا أظن أن الماء الراكد تحرك قبل هذا بكثير. يعني لا أود أن أتحدث عن حزب العمل ومعاركه ضد الرئيس السابق وضد أمين عام الحزب الوطني واتهامه بالخيانة والتحالف مع الحلف الصهيوني الأمريكي، أيضا حركة كفاية والحركات الشبابية في إبريل 2008، كل هذا لم يكن البلادعي قد ظهر بعد. لكن نحن كعرب وكمسلمين لدينا فكرة الرمز والأسطورة والبطل المخلص، فالبعض حتى أننا في بعض المؤتمرات كان الشباب يهتف أين أنت يا صلاح الدين حتى تتحرر، فكنت أرد عليهم فأقول فلتنهض الأمة حتى يكون صلاح الدين. نعم. يعني صلاح الدين هو نبت هذه الأمة ولا يمكن أن يأتي من فراغ، وبالتالي نظرية القائد المخلص هي نظرية غير صحيحة. وأظن أن إرهاصات الثورة سبقتها أعوام كثيرة، وساعد في الثورة غباء النظام السابق أكثر من جهد، حتى أنني كنت أدعو دائما اللهم أدم علينا نعمة غبائهم، لأننا نتقدم بغبائهم أكثر مما نتقدم بجهد. هذه الإرهاصات والمعتقلات التي زج فيها الكثير من الإسلاميين سواء محسوبين على طيارات العنف السياسي الإسلامي أو الإسلاميين بشكل عام أو جماعة الإخوان المسلمين أو القوى الوطنية، أنا أظن كل هذا شعب بالقطع. ووصول البرادعي بما له من مكانة بهر الكثير من الشباب، لكن أنا أظن إن الشباب الذي تحرك متعاطفا مع خالد سعيد ومع سيد بلال في مواجهة عنف وعنت وزارة الداخلية هو الذي ساعد على قيام الثورة، إضافة إلى أنهم عندما واجهوا النظام وجدوه نظاما هشا فارتفعت مطالبهم يوما بعد يوم. كل هذه الأسباب، وقبل كل هذا أن يد الله سبحانه وتعالى كانت معنا. نعم. لأن بكل المقاييس المادية لم يكن لهذا الشباب ولهذا الشعب أن يواجه جحافل حقا إنها رعاية سماية. وبالقطع يد الله، لأن يد الله لا تأتي إلا لمن يستحقها. نعم. ونحن أخذنا بالأسباب وقدمنا الكثير من التضحيات. أما أظن الدكتور بلدي كان غريبا عن تراب مصر بشكل أو بآخر، وأتى وكان هناك صعوبة في اندماجه مع الشعب. صحيح أنه نزل إلى ميدان الجيزة يوم 28 على ما أذكر، يوم الجمعة، جمعة الغضب، لكن نزوله إلى ميدان التحرير وإلى كان محدودا بشكل كبير. أظن في النهاية إن الشعب هو الذي يقدر على إفراز القيادة. الولايات المتحدة، يعني الدكتور مصطفى الفقي في لحظة صدق قال إن الرئيس القادم، بتحدث أيام الرئيس أيام مبارك في حوار مع المصري، أن الرئيس القادم يجب أن يحظى بموافقة أمريكية ورضا إسرائيل. إسرائيل. نعم. هذه المقولة ذهبت إلى الجحيم مع الرئيس المخلوع. الرئيس القادم يجب أن يحظى برضاء شعب بمصر وببرنامج يتوافق عليه الشعب المصري ويرتضيه لثورته. وبالتالي أظن أن المارينز الأمريكان في الشارع المصري سيتراجعوا بصورة أو بأخرى. نعم، هذه واحدة، لكن خلينا ننتقل لمحور آخر، محور حلقتنا النهاردة، وفيما يتعلق بخريطة البرلمان القادم. ذكرنا في فقرتنا الإخبارية أن الحرية والعدالة حاز حتى الآن على نحو 46%، 23% للنور، 9% للوفد،
8 للكتلة و2% للثورة المستمرة و2 للوسط و3 للفلول، ويبقى 4% تحسن في 20 يناير القادم. في تصورك في ظل هذه الخريطة وطرح مسألة التعاون ما بين الأحزاب الإسلامية في المرحلة القادمة، الحرية والعدالة كان لها تصريح شهير على لسان الدكتور محمد مرسي، لن يتم التحالف مع حزب النور. حزب النور رد بعض قياداته وقالوا احنا هنلعب دور المعارضة في مجلس الشعب. مسألة زيارات متبادلة ما بين بعض عناصر التحالف الإسلامي اللي بيزعمه حزب النور، اللي النهاردة بيقوم بيها الدكتور طارق الزمر ودكتور صفت عبد الغني قيادات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية للحرية والعدالة، هل في ده نوع من البحث عن توافق حقيقي ما بين القوى الإسلامية والذين رحل فيه؟ يعني حقيقة أنا أرى الصورة بشكل مختلف. البرلمان القادم له طبيعة مختلفة عن كل البرلمانات السابقة، وربما عن البرلمان التالي بعد هذا. هذا هو برلمان الثورة، الحكومة الذي سيقوم بتشكيلها وتسميتها هو المجلس العسكري القائم بمهام رئيس الجمهورية، وبالتالي لن توجد أغلبية ولن توجد معارضة. يعني أزعم أن الحرية والعدالة لن تشكل أغلبية الحكومة القادمة وفقا للإعلان الدستوري، وبالتالي أظن أن أغلب المجلس سيكون معارضا للحكومة لصالح هذا الشعب. يعني الفيصل الحقيقي هو الشعب، وأن أهداف الثورة لم تكتمل بشكل كبير، وبالتالي يجب أن يكون هذا على أول سلم أولويات المجلس القادم. وبالتالي أنا بقول مش هيبقى تقليدي أغلبية ومعارضة والحرية والعدالة تشكل أغلبية والنور تشكل معارضة. في المسألة دي أستاذ مجدي خلينا نستفيد من خبرتك السياسية، هل رئيس القادم أو المجلس رئيس المجلس العسكري سيشكل حكومة، سواء سيجدد الثقة في الجزوري أو سيطرح اسما جديدا لتولي حقيبة أو رئاسة الوزراء، في هذه المسألة هل سيتوجب موافقة مجلس الشعب على من سيطرحه المجلس العسكري؟ هل سيتوجب موافقة مجلس الشعب على تشكيل الوزارة بشكل كامل؟ أم المسألة هتمشي إزاي في ظل هذا الانتخابات هذه الانتخابات الديمقراطية لبرلمان كامل ومرحلة جديدة المفروض بنعيشها من أسلحة جديدة؟ الدستور الحالي لا يلزم المجلس العسكري بتشكيل الحكومة من الحزب الحاصل على الأغلبية، لكن في نفس الوقت أنا أظن وحتى لا يكون هناك صدام وأن الأمور تسير بشكل سلس، يجب أن يكون هناك توافقا حتى وإن كان هناك مشاورات خارج البرلمانات وخارج الإطار الرسمي، بحيث أن الحكومة القادمة يكون هناك توافقا عليه. حكومة الدكتور الجنزوري أنا أعتبرها حكومة تسيير عمل، لأن الوضع الطبيعي أن الحكومة تسقط بانعقاد البرلمان. وأيضا الدستور لا يتطلب من المجلس الشعب أن يوافق على الحكومة، لكنه يعطيه الصلاحية في سحب الثقة من الحكومة وصلاحية مناقشة برنامج الحكومة، وبالتالي يجب أن تحظى الحكومة بموافقة مجلس الشعب على برنامجها، وأن يكون أداءها موافقا لرغبات وطموحات شعب مصر العظيم، وإلا سيتم سحب الثقة من هذه الحكومة. أما إذا أتينا للتحالفات يعني الجزئية دي الأول لما يجي بيه كان الدكتور محمد مرسي كان ليه تصريح مهم في هذه المسألة، قال إنه لو إحنا لسه ماشيين على النظام الرئاسي وأنا كبرلمان مش من حقي إن أنا أشكل حكومة، فأنا أستطيع بأغلبيتي البرلمانية إن أنا أعوق عمل هذه الحكومة، وبالتالي يجب أن يحرص توافق حتى ولو من وراء الستار. طبعا أنا ما أقول الكلام الدكتور مرسي له عليه بالقطع، يجب أن يحدث توافق ويجب أن يكون هناك، وأنا أدعو أن يكون الحوار يبدأ الحوار من الآن لرؤيتنا لتشكيل الحكومة الجديد. لكن أنا أظن أن الدكتور مرسي لن يعوق العمل الحكومة، لأن إحنا دورنا الوطني
هو إنجاز المهام وقضية التنمية لها أولوية بالتأكيد لكن في النهاية هي الرؤية السياسية اللي ربما يطرحها حزب الأغلبية في البرلمان، هي مسألة أنه يكون السياسات اللي ستطرح في التغيير لازم ستأتي بتوافق، وإلا ستحرص معوقات. الغالب أنها ستأتي بتوافق. إلا إذا كانت الحكومة القادمة هي حكومة تنتمي إلى الفلول النظام السابق. هذه النقطة اللي يجب أن نتصدى لها بكل قوة. أستاذنك هناخد معنا مداخلة من سوهاج، الأستاذ ياسر من سوهاج. السلام عليكم. عليكم السلام. أخبارك؟ أهلا بك أستاذ ياسر، تفضل. أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم. حدث بس أنا ليه استفسار على يعني التعليق بتاع الدكتور مرسي. إحنا لو كنا انتخبنا السلفيين أو الإخوان، احنا كلنا مسلمين. ثقة الشعب المصري في الاخوان او السلفيين عشان يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى مش اكتر. واحنا زي ما احنا لو هم ما نفذوش رغبة الشعب المصري زي ما اعطيناهم الثقة اللي احنا اعطيناها لهم نسحبها منهم تاني عادي. احنا عاوزين حاجة واحدة، يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى مش اكتر. يا اخواني يعني احنا مش عاوزين تصادم اسلامي في اسلاميين. احنا عاوزين يعني يتحدوا مع بعض لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم الدين الله سبحانه وتعالى، يعني ومصر مش اكثر من كده. وشكرا لك. بشكرك شكرا جزيلا استاذ لاتصالك. يعني دي روح كل الشباب المصري، فعلا احنا كلنا محتاجين مصلحة مصر العليا، وبالتالي مصلحة ديننا اللي بيأمرنا بأن نسعى لمصلحة هذا الوطن وتطبيق شرع الله. مجدي بيه، برجع لحضرتك ومسألة التوافقات والمواءمات السياسية. الكتلة الإسلامية أو التحالف من أجل مصر اللي بيتزعمه حزب النور وبيضم تحت لواءه كل من حزب الأصالة السلفي وأيضا حزب البناء والتنمية الزراعة السياسية للجماعة الإسلامية، يعني بيمثل كتلة، والإخوان والحرية والعدالة والتحالف الديمقراطي يمثل كتلة مقابلة. مسألة البحث عن توافق حقيقي ما بين الكتلتين الإسلاميتين الكبيرتين في البرلمان مسألة لا تزال محل بحث من عدد من القيادات السياسية، بما تفسر زيارة طارق الزمر، دكتور طارق الزمر ودكتور صفوت عبد الغني، رموز الجماعة الإسلامية ورموز حزب البناء والتنمية للحرية والعدالة. هل ده بحث عن خروج من مأزق للتقارب ما بين القوى الإسلامية المختلفة في ظل التصريحات المتصاعدة من الجانبين، أم بما تفسر هذه الزيارة؟ يعني أنا حقيقة لا أستغرب هذا على الإطلاق. وقع الأمر لو جلجلنا لجذور المسألة قبل ثورة 25 يناير، فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع دعا إلى حوار من أجل مصر. وعقدت 3 أو 4 لقاءات قبل الثورة شارك فيها كل القوى السياسية وكل ألوان الطيف السياسي. وبعد الثورة استكملت هذه اللقاءات ونشأت فكرة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وضم ما يزيد عن 40 حزبا. بالقطع هذا التحالف السياسي لم يكن من الممكن أن يتحول إلى تحالف انتخابي بكل هذا العدد من الأحزاب. لأن قائمة المرشحين عند كل حزب قوائم كبيرة جدا، فيبقى عندك عدة آلاف من المرشحين. فانقسم التحالف الديمقراطي إلى عدة تحالفات انتخابية. لكنه بالقطع يعود مرة أخرى ليكون تحالفا سياسيا صدر عنه وثيقة من قبل، هي وثيقة الحد الأدنى والمشترك بين كل القوى السياسية بما فيها القوى الإسلامية. كان مشارك في التحالف الديمقراطي حزب النور، حزب الأصالة، حزب البناء والتنمية، وحزب الوسط أيضا. وكان مشارك من الأحزاب الليبرالية حزب الوفد. في بداية التحالف أظن لا حتى قبل الانتخابات بشهرين تقريبا. لكن لما لا الأعداد كبيرة بالقطع صعب جدا ان الاحزاب دي كلها تتحالف في قائمه واحده. والا ما كانش يبقى في انتخابات. وهينافسوا مين؟ وبالتالي اما الانتخابات قد حدثت. انا اظن ان التحالفات في الفتره القادمه تحت قبه المجلس هي تحالفات مرنه وليست تحالفات استراتيجيه. هي تحالفات حول قضايا وليس التحالف على طول الخط. وانا اظن ان هذا فيه خير كثير. الإسلام يقبل التعددية في المساحة الظنية. ويعني ما لم يرد فيه نص قطعية ثبوت قطعية دلالة
هو يحتمل الاجتهاد نعم. ويحتمل التعدد طرح الرؤى المختلفه نعم. طرح الرؤى المختلفه نعم. وهذا من المفترض، وبالتالي سيتوافق الاحزاب الاسلاميه في بعض القضايا في مواجهه الاحزاب الليبراليه نعم. وستتحالف كل الاحزاب الوطنيه ربما في مواجهه رؤيه سلفيه في بعض القضايا نعم. يعني من الممكن ان تتعدد، وبالتالي انا اظن ان التحالفات القادمه ستكون تحالفات مرنه. الاهم ان تكون البوصله بوصله صحيحه نعم. باتجاه خير شعب مصر وباتجاه تحقيق اهداف الثوره واستكمالها والحفاظ على مكتسبات. فبالتالي انا نعم. لا اقلق من هذا، وبالعكس يعني هذا التواصل بين الحريه والعداله وبين هذه القوة هو ظاهرة صحية، بحيث أن يكون هناك مساحة مشتركة كبيرة بين كل القوى السياسية والقوى الإسلامية خاصة. نعم أستاذ مجدي، خلينا بنطرح مع حضرتك مسألة الأولويات للبرلمان القادم. في وسط هذه التشكيلة أغلبية شبه كاملة للحرية والعدالة، ربع المجلس تقريبا في حوزة حزب النور السلفي، بعد كده المسألة متوزعة ما بين الوفد واخد 9% 8% للكتلة والمصريين الأحرار، 2% للثورة المستمرة، 2% للوسط، 3% في الحلول. وسط هذه التشكيلة في وجهة نظرك ما هي الأولويات التي يجب أن تطرح على البرلمان القادم من أجل إعلاء المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن مصالح الضيقة سواء للأحزاب أو الجماعات أو التيارات المختلفة؟ أنا سعيد بتعبير حضرتك لأننا أقرأ هذه الأرقام بشكل مختلف. نعم. عام 95 انتخابات 95 كان الحزب الحاكم، حزب الحاكم لأنه كان وسية وعزبة له نعم. فاز ب 97% نعم. و3% كان للمعارضة أو للقوى الوطنية. انقلبت الآية الآن وشعب مصر العظيم أسقط الفلول، بحيث أنه ما خدوا 3% و97% للقوى الوطنية، بغض النظر عن تشكيل هذه 97% قد ايه من القوى الإسلامية اللي بتوصل ل 67% و30% موزعة بين القوى الليبرالية والقوى الأخرى نعم. هذه القراءة الأولى نعم. إذا كان الشعب المصري هو الذي انتصر وهو الذي فاز بالانتخابات وهو الذي حاز الأغلبية وليس حزب الحرية والعدالة، إذن يجب أن يعمل هذا المجلس لصالح الشعب نعم. المصري. إذن الأولويات يجب أن تكون أولويات الشعب المصري. أولويات الشعب المصري هي استكمال أهداف الثورة، إعادة الحقوق للشهداء ومحاكمات جادة لمن أراق الدم المصري لشباب مصر نعم. ثم وأيضا المصابين، ثم قضايا أهداف الثورة وهي تحقيق الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية نعم. العيش لن يكون إلا بتنمية حقيقية، وإن قضايا التنمية يجب أن تكون محل الاهتمام نعم. الأول. قضايا الحريات هذه قضية مهمة، احنا حتى الدستور 71 في 4 أبواب عظيمة جدا في قضية الحريات أكدت عليها وثيقة الأزهر اللي هي بتعكس المبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصد نعم. الشريعة نعم. الخمسة نعم. التي تحافظ على حقوق الإنسان، ثم قضية العدل الاجتماعي أو العدالة الاجتماعية أي. يعني مثلا العلاقة المتوازنة بين المالك والمستأجر اللي قعدت عشرات السنوات في سواء في العقارات القديمة نعم. في ظلم للملاك اللي هم أغلبهم من أصحاب من الأرامل والأيتام نعم. والمباني الجديدة فيها ظلم للشباب نعم. الذي لا يستطيع أن هو يدفع القيمة يدفع هذه القيمة المالية المبالغ فيها يعني. المبالغ فيها نعم. والتانية القيمة المنخفضة المبالغ فيها نعم. ورب الأسرة سعيد أنه بيدفع 2-3 جنيه في المسكن نعم. وناسي أنه عليه أنه هو يدبر 200-300 ألف جنيه عشان ابنه يتملك سكن جديد نعم. أو أنه ابنه يدفع له 1500 جنيه في الشهر عشان يلقى ده. أنا أظن لو تحققت العلاقة السوية أظن لافتة للإيجار ستعود مرة نعم. أخرى نعم. يعني القضايا مثلا بتاعت استقلال الجامعات
وإن يبقى في قانون جديد لتنظيم نعم. الجامعات، لأنه من سنة 72 حتى الآن ما يزيد عن 30 عاما محتاج النقابات المهنية نعم. كل هذه القوانين التي ترفع الظلم عن الشعب يجب أن يكون لها الأولوية بالقطع. القضية الأولى ستكون حول الدستور، شكل النظام السياسي المصري نعم. وأظن أن هذا سيأخذ كل الاهتمام في الشهور الأولى من عمر هذا نعم. المجلس. البعض يتحدث عن أن أمام هذا البرلمان الاستثنائي في الظروف الاستثنائية بهذا الشكل الاستثنائي في كل مواصفاته وكيفية تشكيله في تاريخ مصر الحديث أول برلمان ديمقراطي، هتكون البعض يطرح أن أمامه مهمة وحيدة وهي مسألة تشكيل الدستور. هل سيكون أمام البرلمان القادم وقت للقيام أو إنجاز مهام أخرى إلى جانب المهمة الرئيسة وهي مسألة تشكيل الدستور؟ إذا حدث هذا سيكون هناك خلل في رؤية البرلمان، لأنه ليس بالدستور يحيى الإنسان فقط نعم. يعني الناس مش هتاكل دستور. قضية الحريات وقضية مؤسسة الدولة من الأهمية بمكان، لكن قضية توفير الحياة الكريمة، يعني الآية الكريمة لإلاف قريش إلافهم رحلتي الصيف نعم. يعني فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف نعم. إذن أمنهم من خوف هي قضية الحريات نعم. لكن أيضا أطعمهم من جوع لها نعم. أولوية نعم. متقدمة. حضرتك تحدثت عن الفلاحين الذين يعانون من تجديس الأقطان ومش عارفين يسووا إزاي. قضية إنتاج الرغيف الخبز، كيف نتجاوز خط الفقر المائي اللي احنا دونه الآن، كيف يكون قطاع الصناعة والتعدين معوضا لقطاع الزراعة لخيرات هذه، ايه الأولويات المشروعات الخاصة بمصر والتي تراعي الأمن القومي والتي تضر عائدا نعم. سريعا، بحيث نعمل مشروعات كيف نخرج من 5% من الوادي الضيق إلى 30 أو 40%. أنا أظن يجب أن نعطي وقتا كبيرا وكثيرا لهذه القضايا نعم. قضية التنمية وقضية العدل الاجتماعي نعم. بما لا ينسينا قضية الحرية اللي هيعني بها نعم. الدستور بشكل كبير ومؤسسة الدولة. لو قلنا أنه من بين المهام اللي المفترض يقوم بها البرلمان القادم مسألة إقرار عدد من المشاريع القومية التي تنهض بها الأمة المصرية من هذه الكبوات الهائلة التي غرقت فيها، من وجهة نظر المهندس مجد أرقر إيه هي المشاريع القومية اللي شايف أن يكون لها الأولوية لطرحها وإقرارها قبل مجلس الشعب لتأخذ سبيلها للتنفيذ؟ بالقطع هناك مشاريع كثيرة جدا، لكن ما هي الأولويات لتنفيذ هذه المشاريع وما هي المعايير التي تضعها لهذه الأولويات؟ أنا أضع معيار الأمن القومي أضع له أولوية أولى، وبالتالي تعمير وتنمية سيناء كمشروع أمن قومي له أولوية متقدمة لا. الأولوية الثانية تأتي ب إن احنا هنشغل المشروعات دي وهنجيب لها فلوس منين، وبالتالي المشروع الذي يدر عائدا سريعا نعم. يمكننا به تدوير وتنفيذ المشروعات الأخرى يجب له أن يكون. وأظن أن هذا المشروع هو تنمية محور قناة السويس بحيث يكون محورا للتجارة العالمية نعم. يعني دبي بالقطع ليست لها الموقع الاستراتيجي الخاص بمحور قناة نعم. السويس. المحور قناة السويس اللي بيجيب لنا 6 مليار دولار في السنة ولا 4 ولا 5 يستطيع أن نستثمره ويعود بعائد لا يقل عن 200 مليار دولار نعم. سنويا إذا أحسننا توظيفه، مش هياخد وقتك كتير ومش هياخد بنية أساسية كبيرة، ده هيعود. طبعا عندنا قضية الزراعة، أنا بقول أن قطاع الزراعة في الفترة القادمة سيتراجع لصالح قطاع الصناعة
والتكنولوجيا المتقدمة. نعم. الشعب مصر في التكنولوجيا ليس أقل من الشعب الأندونيسي أو الماليزي في استخدام التكنولوجيات سواء البرمجيات أو الهاي تكنولوجي، علينا هو تقدم. مصر مليئة بالخيرات وبالثروات المعدنية، هذه الثروة المعدنية علينا أن ننقب فيها. أما قطاع الزراعة، إذا أردنا الزراعة حقيقة، أنا أظن أن يكون هناك تكاملا حقيقيا بيننا وبين السودان. نعم. السودان عنده المية، إحنا ما عندناش مية. عنده الأرض الصالحة للزراعة، إحنا ما عندناش الأرض الصالحة للزراعة. لكن مسألة ممر التنمية، ممر التنمية بشمهندس، ممر التنمية بتاع الدكتور فاروق الباز عليه ملاحظات كثيرة أنه قريب جدا من وادي النيل، وبالتالي هذا الوادي المتضخم والمتورم سيزداد تورما بممر التنمية. علينا أن نبتعد على الأقل 200-300 كيلو في الصحراء الغربية بحيث نملأ هذا الفراغ، وأن تكون المجتمعات الجديدة هي مجتمعات تنموية وليست مجتمعات عمرانية بالأساس. مجتمع تنموي يعني هو ينمي نفسه بنفسه، وأن يقطع الحبل السري الذي بينه وبين المدن القائمة، بحيث ما يتكررش ما يحدث الآن إن طريق الإسماعيلية الصحراوي من مصر الجديدة إلى الإسماعيلية يبقى مكتظ أكثر من شارع رمسيس اللي يجي من العبور للقاهرة. ليه؟ لأن الناس بتقعد في القاهرة ساعتين، بتبيت في القاهرة مساء وتروح عملها في العبور ولا في العاشر من رمضان وتعود، يبقى الحبل السري لم ينقطع. المجتمع التنموي يجب أن يكون في قضية التنمية في ويقدر ينمي نفسه في الخدمات بتاعته من المستشفيات وتعليم، ثم في الإسكان، إسكان نمرة الآخر حاجة، بحيث أنه هو يستطيع أن يستغني بنفسه عن، أظن أن دي نقدر نحل المشاكل كثيرة جدا. وبعدين لا يشترط أن احنا نبقى عايشين في قضية المجتمع الزراعي. هذا في متعلق في المسائل المتعلقة بالتنمية. لكن باشمهندس مجدي، لو طرحنا مسألة دور البرلمان القادم في إحداث ثورة تشريعية على مختلف التشريعات، قوانين الأسرة، قوانين المتعلقة بالأحوال المدنية، القوانين المتعلقة بالشؤون الحياتية المختلفة، هل يستطيع البرلمان القادم مع طرح أنه هيكون عمره قصير أو بنيته زمنية محدودة، هل يستطيع هذا البرلمان القادم بكيانه الحالي وتشكيله الحالي إحداث ثورة تشريعية كاملة على مختلف القوانين التي تمثل معوقا وظلما لعدد كبير جدا من فئات الشعب المصري؟ أنا حقيقة الأهم من إحداث ثورة تشريعية وإحداث تنمية أن يكون لدينا رؤية استراتيجية بعيدة المدى. هذه الرؤية الاستراتيجية يتم ترجمتها إلى خطط تنفيذية. البرلمان ده يقعد 5 سنين، يحط رؤية استراتيجية 5 سنين ويترجمها إلى خطة تنفيذية 5 سنين. قعد 5 سنين يكمل الخطة التنفيذية بتاعته، كان عمره أقصر من 5 سنين من يأتي بعده عليه أنه هو يكمل هذا. مصر يجب أن تنتقل إلى المأسسة، وإن يكون عندنا رؤى المأسسة. المأسسة المأسسة يعني نعم. مش إن أن تصبح دولة مؤسسات بحق. نعم. مش حكومة مشيت تيجي حكومة جديدة تمسح اللي فات وتبتدي من جديد. لا، ده لازم يكون عندنا رؤية وخطة استراتيجية طويلة. هو احنا فعلا مهيئين في الفترة الحالية مجدي بيه اللي احنا نوصل لمسألة ان يكون عندنا فكر استراتيجي، الحكومات المختلفة بتخدم على فكرة معينة وخط معين زي ما بيحصل في الدول الكبيرة زي امريكا؟ انا بتكلم من ده من منطلق ايه؟ نحن في الجامعات المصرية بدأنا منذ 7 أو 8 سنوات في وضع الخطط الاستراتيجية لتطوير التعليم الجامعي. نعم. وبالفعل حققنا إنجازات جيدة، وأصبح لدينا هيئة قومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. والآن ما فيش كلية أو جامعة على أقل 60-70% إلا لديه خطة استراتيجية لتطوير العملية التعليمية فيه. وبالتالي الآن بقى عندنا كفاءات كثيرة اللي تفهم التخطيط الاستراتيجي. نعم. وتخطط تخطيط بعيد المدى. هذا التخطيط لا يتغير بتغير مدير المؤسسة. نعم. أو تغير رئيس الحكومة. وأظن أن كل الدول الغربية كده تتغير الأحزاب
ولا تتغير السياسات. نعم. يعني سواء في الولايات المتحدة، سواء قال الحزب الجمهوري، سواء قال الحزب الديمقراطي. نعم. في رؤية استراتيجية للولايات المتحدة، والتعديل بيبقى تعديل يعني طفيف جدا. نعم. ولا في النهاية الخط الواحد، الخط الخط الكبير خط واحد مظبوط، وكل يعني الحكومات المتتالية بتخدم على هذا الخط. نعم. وبنقول لما في المدى القصير البوصلة بتاعة البرلمان والحكومة يجب أن تكون باتجاه الشعب وباتجاه مطالب الشعب، إضافة إلى أن الشرعية الدستورية لن تلغي الشرعية الثورية. نعم. لحين استكمال أهداف الثورة كامل. نعم. وإحنا على ذكر أهداف الثورة مجد بيه، ناس كتير جدا متخوفة من رعب كبير وربما احتمال كبير، احتفال كبير اسمه 25 يناير القادم. ناس بتقول 25 يناير القادم يا إما هيكون حفلة ضخمة جدا لأول عيد للثورة المصرية، وناس تانية بتقول ده ممكن يكون يعني ممكن يكون باب لكارثة جديدة وفتنة كبيرة تقع فيها مصر، وربما مواجهة ما بين ثوار مرة أخرى والمجلس العسكري. تصورك وأنت من قلب الأحداث ومن قلب المطبخ السياسي، تصورك ال 25 يناير القادم ممكن يمر ازاي؟ انا اظن يعني هذه فرصه طيبه من منبر قناه الرحمه ان اوجه حديثي الى الشباب، على الشباب ان يخرج في مليونيات، ولكن هذه المليونيات تكون مليونيات سلميه، لان حقيقي غياب المليونيه فيه تهديد لمصر. لما تقل الاعداد في الميادين بيندس الفلول ويندس البلطجيه، لكن عندما توجد المليونيات يستطيع الشباب ان هو بينظم اللجان الشعبيه التي تتحكم في الميادين وفي الدخول وفي الخروج، فلا يندس المندسين الذين يريدون شرا بمصر وشرا بالثوره المصريه. لا مانع ان تكون يوم 25 يناير مليونيه او احتفاليه او تاكيد على مطالب واهداف الثوره، لكن على الشباب ألا يسمح لأعداء الثورة ولا يسمح بالفلول إن هم ينقضوا على الثورة وينتهزوا هذه الفرصة. وأظن إن المجلس العسكري حريص على إن 25 يناير نعديه بسلام وإن يتم تسليم السلطة بشكل أو بآخر. وبنقول للشباب دلوقتي إن تم انتخاب مجلس شعب، وعلى الشباب أن يدوا فرصة للبرلمان القادم أن هو يحقق مطالب الشعب. نعم. إذا أخفق في تحقيق المطالب فليكونوا سندا له وليخرجوا في مليونيات تأكيدا وتأكيدا ودعما له في تحقيق. أنا ما بقولش أن المسألة سهلة أو ميسورة، ما زال هناك أعداء للثورة موجودين وبيعملوا ضد مصالح الشعب بالقطع. ممكن مجلس الشعب لا يستطيع أن يحقق كل الأهداف كاملة، فليكن الشعب مسندا وداعما له لتحقيق أهداف الثورة. لكن علينا أن احنا نأخذ الحذر من أعداء الثورة الذين يريدون شرا بمصر وشرا بالثورة. نعم. هذا الحذر مطلوب للغاية، لكن مسألة إذا كنا إحنا هنا بنقول الحذر وكل الكوارث اللي حصلت في المحطات المختلفة للثورة كانت للأسف الشديد بتعقب مليونيات سلمية في غاية الروعة والجمال. صحيح. ألا ترى أن طرح التخوف في الفترة اللي جاية من تجمعات كبيرة وهائلة تحدث بعدها كوارث على شكل محارس القمع؟ الكوارث كانت تحدث يا إما في احتشادات حشد صغير أو اعتصامات تعقب المليونيات. نعم. أنا أظن أننا يجب ألا نفسد هذا اليوم باعتصامات بعد هذه المليونيات وبعد هذه الاحتفاليات، سواء كانت احتفاليات أو مليونيات تؤكد على مطالب الثورة. علينا ألا نفسد، خاصة أن المجلس الشعب سينعقد قبل يومين يناير. نعم. وأنا أظن أن ده شيء يبعث على الطمأنينة أو الذكاء
من المجلس العسكري أن يتم التحديد مين. نحن نتفق ونختلف مع المجلس العسكري، ممكن أن يوجد تعارض مصالح، لكن أظن أن الحوار الجاد واحترام الشرعية الدستورية يمكن أن يصل بنا إلى بر الأمام. وأقول إن الحوار المجتمعي الجاد وليس الحوار السلطوي هو الطريق الوحيد للوصول إلى بر الأمان. نعم. وعلى المجلس العسكري أن يستمع إلى نبض الشعب لخير هذا الشعب، وعلى الشباب أن يعطوا الفرصة لمن كلفوهم بالقيام بهذه نعم. المهام التشريعية نعم. أن يمارسوا هذا الدور لصالح مصر. نعم. برجع من حضرتك تاني للمشهد السياسي من داخل مجلس الشعب القادم. أيه. مسألة التوافق على رئيس البرلمان، كان زمان بيجي التعليمات بفلان رئيس سيد قراره بيبقى وخلاص. المرة دي في انتخاب حقيقي وممارسة ديمقراطية لانتخاب رئيس البرلمان القادم. البعض يطرح رئيسا للبرلمان من قلب جماعة الإخوان، والبعض يطرح رئيسا للبرلمان توافقيا يرضى عنه الإخوان. في إطار بورصة الأسماء التي تتصاعد وتهبط ما بين الدكتور عصام العريان والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور وحيد عبد المجيد والمستشار الخضيري، هذه الأسماء الأربعة التي تدور في فلك رئاسة البرلمان القادم، بورصة ورؤية المهندس مجدي قرقر، من ترجح ولماذا؟ أنا أظن الأرجح أن رئيس مجلس الشعب القادم سيكون منتميا لحزب الحرية والعدالة. نعم. وأظن أن كلا الدكتور عصام العريان والدكتور سعد الكتتني لديهم الخبرة البرلمانية، خبرة برلمانية كبيرة، لأنهم كانوا نواب سابقين ولديهم خبرة سياسية كبيرة. قضية الخبرة القانونية أنا أظن أنها بتأتي في ترتيب تالي للخبرة السياسية، فالأرجح أن يكون أحد هذين الشخصين، ربما يكون المنافسين الآخرين يكون أحدهم وكيل للمجلس أو شيء من هذا القبيل. نعم. ربما يكون من حزب النور وكيل آخر للمجلس. نعم. وبالقطع المهام كثيرة والقضية ليست مواقع بقدر ما هو حسن الأداء ومن لديه الخبرة والوقت ليقوم بهذه المهام. نعم. حتى لو أن الحرية والعدالة اختارت الدكتور عصام أو الدكتور سعد الكتتني، بالقطع سيترك موقعه الحزبي. نعم. لأن هذه المهام مهام نعم. تحتاج لمن يتفرغ لها. نعم. ضخمة تحتاج إلى من نعم. ما ينفعش أن يبقى مثلا أمين عام أو نائب رئيس ويكون بهذه المهمة نعم. الشقة واللي بتحتاج إلى خبرة سياسية في التعامل مع كافة الأطراف نعم. السياسية الموجودة، إضافة إلى سرعة البديهة والذكاء في مواجهة مثل هذه المواقف. هذا المنصب لا يقل خطورة عن منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. نعم. بل بالعكس، في كل المجالس السابقة في عهد الرئيس السادات كان رئيس مجلس الشعب سابقا لرئيس مجلس الوزراء ورئيس نعم. مجلس نعم. الشورى. نعم. إذن إحنا أمام برنامج استثنائي زي ما قلت في فترة استثنائية. صحيح. البعض يطرح من ضمن السيناريوهات التي تطرح في الأيام الأخيرة مسألة أن يسلم المجلس العسكري السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب، كلام ربما ما بقاش مطروح بقوة هذه الأيام لكنه كان موجود من أيام قليلة فاتت، والبعض بيقول أنه يتسلم السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب كشخص منتخب بشكل ديمقراطي سليم. دكتور عبد المنعم أبو الفتوح كان رفض أو وافق، أظن وافق الدكتور عبد المنعم مفتوح على أن يسلم العسكري السلطة لرئيس مجلس الشعب. الإخوان رفضوا هذا الفرض أو أن يتسلم رئيس مجلس الشعب السلطة من المجلس العسكري. تصورك للدنيا هتروح على فين بعد تشكيل هيئة مكتب مجلس الشعب القادم؟ هل سيسلم العسكري السلطة لرئيس مجلس الشعب، ولا إيه الحكمة في أنه 23 يناير
يكون أول انعقاد لأول جلسات مجلس الشعب المنتخب قبل ذكرى 25 يناير بيوم. المجلس العسكري سيسلم السلطة التشريعية كاملة لمجلس الشعب يوم 23 يناير. نعم. وعلى مجلس الشعب أن يتمسك بحقه في أن يتسلم هذه السلطة كاملة غير منقوصة. يعني بعكس تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكري. نعم. أن يكون له حقه في السؤال والمراقبة وتقديم الاستجوابات وطلبات الحاضر وسحب الثقة من الحكومة. نعم. النقطة الثانية أن احنا أمامنا 5 شهور وفقا لوعد المجلس العسكري بانتخاب وتسليم السلطة قبل 30 يونيو أو الأول من يوليو. نعم. وتسليم السلطة لرئيس منتخب. إذن نحن نستطيع أن نتحمل هذه الفترة، ومن الممكن أن المجلس العسكري يعطي صلاحيات تنفيذية أوسع لرئيس الحكومة القادم، وعلى أن يحتفظ بالدفاع وبالأمن القومي، لأن احنا أمامنا مهام كبيرة خاصة بالدستور وبإعداد قانون انتخاب رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئيس الجمهورية ومعركة الرئاسة. لكن أيضا في المقابل حتى يستمر المجلس العسكري حتى شهر يونيو، أنا أظن عليه أن يائد الفتنة بأن تكون هناك، أن يسرع من محاكمات رموز النظام السابق. نعم. حتى يطمئن أهالي الشهداء إلى أن دم أبنائهم لم يذهب هدرا. نعم. وأن يكون هناك معالجة حقيقية. نعم. لأوضاع المصابين، وأن يتم تصفيت المحاكمات من احتجز وفق المحاكمات العسكرية بأسرع ما يمكن. نعم. المجلس العسكري وعد بهذا وأكثر من مرة. أنا أظن لو قام بهذه الخطوات الـ3، أنا أظن أن كل هذه الدعاوي بسرعة تسليم السلطة لن يكون لها محل. نعم. اللي هي المحاكمات الجادة اللي قتلت المتظاهرين. نعم. حقوق المصابين. الثالثة تصفية أوضاع المحتجزين وفقا للمحاكم العسكرية. خلينا أطرح مع حضرتك مسألة متعلقة برؤية البرلمان القادم لمهام كثيرة، إلى جانب قلنا تكلمنا عن مهمة تشكيل هيئة تسيير الدستور، تكلمنا عن ثورة تشريعية، تكلمنا عن خطة استراتيجية ومشاريع قومية. بنطرح إلى جانب ده مسألة التوافق جوه المجلس وإدارة الخريطة داخل مجلس الشعب. دلوقتي إذا كان المعارضة حزب النور اللي فاز ب 25% تقريبا بيقول أنا هبقى المعارضة، مسألة بعض القوى السياسية الأخرى المصريين الأحرار قال أنا هبقى في المعارضة بحكم أنه هو أو الكتلة المصرية بشكل كامل 8% والوفد 9%. في تصورك هذه الأحزاب التي حققت نسبا ضئيلة داخل مجلس الشعب دورها في الملعب السياسي هيكون إزاي؟ دورها في تقاسم السلطة إن صح التعبير داخل مجلس الشعب هيكون إزاي؟ هل ستتوافق على مناصب معينة داخل مجلس الشعب؟ مهمتها هتكون إيه في ظل هذا الصعود الكبير وتحقيق الأغلبية الكاسحة للحرية والعدالة ثم المركز التالي لحزب النور؟ أنا أظن أن حق كل هذه الأحزاب أن تكون مشاركة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حتى يكون الدستور دستورا توافقيا معبرا عن إرادة الشعب. لا. وهذه من أهم مميزات القوائم النسبية. لا. لأن لو المسائل كانت انتخابات فردية لكان الإسلاميين حصلوا على 80% وليس. نعم. 60 ولا 70%. نعم. وبالتالي يجب أن نستغل هذه الميزة بأن المجلس يمثل الخريطة السياسية بغض. نعم. النظر عن الأوزان. نعم. هذه واحدة. القضية الثانية كما أشرت أن التحالفات يجب أن تكون تحالفات مرنة. يعني أنا كأمين عام حزب العمل ونجحت على التحالف الديمقراطي وعلى قائمة الحرية والعدالة
لا أجد حرجا في أن أنا أكون متوافقا في كثير من القضايا مع الحرية والعدالة، ولا أجد حرجا أيضا في أن أكون معارضا لبعض لا. هذه المواقف. أما أن أنا أقول تصريح زي ما حزب النور بيقول أن أنا هاخد موقف المعارض، طب إزاي بواقف المعارض؟ افرض أن في توافق بيني وبين حزب الحرية، بين النور والحرية والعدالة، إزاي أن أنا بمعارض أطول، خاصة وأن حزب الحرية والعدالة لن يشكل حكومة. وبالتالي أنا بقول أن هذا المجلس كله يجب أن يتوافق لصالح الشعب، ويجب أن يعارض كله لصالح الشعب. هذه البوصلة. فأنا بقول وإن يبقى في تحالفات مرة ما فيش مانع، هو معقول الوفد والسلفيين مرة يبقوا مع بعض والحرية يعني هو معقول إن المجلس كله يبقى قايم بضبط معارضة، أمال مين اللي هيبقى الممثل للحكومة؟ الحكومة، لأن اللي شكل الحكومة مش المجلس، اللي شكل الحكومة المجلس العسكري. هل هنا في إشكالية سياسية؟ لا، أنا أظن لا توجد إشكالية سياسية. وإذا شفنا النظام السياسي القادم، إذا كان النظام السياسي القادم هو الجمهورية البرلمانية، فتبقى الحكومة معبرة عن مجلس الشعب، نعم، عن الأغلبية البرلمانية، نعم. لكن لو قلنا أن النظام السياسي القادم نظاما رئاسيا برلمانيا مشتركا بين الاثنين، فبالقطع يجب أن يكون المجلس معارضا بصورة أو بأخرى للحكومة. هل مطروح في المهام السياسية للبرلمان القادم والهيئة السياسية للدستور مسألة يعني تغيير التركيبة السياسية لإدارة رأس الدولة فيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بنظام الدولة هو رئاسي ولا برلماني ولا حكومي ولا اقتصادي ولا جمهوري؟ هذه الإشكاليات الكبيرة التي يعني بالتأكيد ستحدد مسار المرحلة القادمة، هل هي مطروحة على الطاولة في دور مجلس الشعب القادم؟ مطروحة وبقوة، لأن الجمعية التأسيسية أهم نقاط الخلاف في الدستور هو شكل نظام الحكم، نعم. هل يبقى نظام برلماني زي الكيان الصهيوني وزي الهند وزي العراق، ويبقى الكل في كل هو رئيس الحكومة ورئيس الدولة خيال مآتة تشريفاتي ماليش له أي دور، ولا يبقى زي النظام الأمريكي النظام الرئاسي ولا توجد حكومة ولا تشعر بوجود حكومة، أم يبقى نظام مختلط زي النظام الفرنسي؟ الاثنين لهم وزن كبير وقوة كبيرة، رئيس الدولة ورئيس الحكومة. أنا أظن أن الشكل الأخراني ده مهم، وإضافة إلى هذا كمان النقطة اللي لا يتناولها الكثيرون، هل الإدارة المحليات ستكون في الفترة القادمة إدارة محلية أم حكم محلي؟ هل ستظل مصر دولة مركزية قوية وفي إدارة محلية، واللي عايز حاجة لازم يخبط على باب الوزير، ولا هنعطي صلاحيات للمحافظين؟ إذن كل هذه الأسئلة المهمة يجب إجابة عنها في الدستور القادم. بالتأكيد كل هذه الأسئلة المهمة تبقى محلا للحوار داخل البرلمان القادم، صحيح. وتبقى محلا للاتفاق واختلاف، وتوافقات. وبالتأكيد نحن ندعو الجميع للاتفاق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، بغض ولا نأخذ مواقف ثابتة مسبقة. ما قلتش ان انا متفق مع الحرية والعدالة على طول الخط، لا، انا معارض للحرية والعدالة. اذا تبقى المصلحة الوطنية العليا هي الحاكمة، هي الحكم وهي الفيصل لنا الجميع في اتخاذ قرارات ومواقفه السياسيه. مهندس مجد قرقر امين عام حزب العمل، بأشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقه، استمتعنا بارائك السياسيه ورؤيتك لتحليل الموقف السياسي الحالي، بأشكرك شكرا جزيلا. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وبأشكرك، وان شاء الله دعوه مفتوحه للقاءات قادمه ان شاء الله. شكرا لكم، ده شرف ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، اشكركم وصول لكم جميعا لمتابعه فعاليات وأطروحات المشهد السياسي هذه الليلة وقراءة في أولويات البرلمان القادم. بشكركم لمتابعتكم، وعلى وعد بلقاء يتجدد لأيما لكم كل التحية والحب والمودة، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.